جرت صباح اليوم بمقر مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفود الاحتفال بمرور 50 عاما من تأسيس هذا المركز. كان ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير العدل المكلف بحقوق الإنسان. تقرير محمود موسى الفيل. يعد مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفود ضمن المؤسسات التي تسهم في إعداد البرامج التنموية بالبلاد، لذا فقد احتفل منسوبي مركز الدراسات بمرور 50 عاما منذ تأسيسه. بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية قدمها المدير العام للمركز إيف جوفان، الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفاعلة في هذا الحفل، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المركز وأهميته في المجتمع مما يسهم في تنمية وتقدم البلاد. عقبه منسق المركز مبايديجيم دوناسان، الذي قدم شرحا مفصلا عن الآفاق والمشاريع المستقبلية في التخطيط التنموي، مستطردا في حديثه أنهم يقومون باقتراحات البرامج الهادفة وذلك بالتعاون مع الوزارة المعنية بغية تحقيق الأهداف المنشودة في الجانب التنموي في البلاد. وعليه فقد تخللت المناسبة توزيع شهادات لخمسة من المتدربين بالمركز الذين تلقوا تدريبا حول فنون نسخ الوثائق والمستندات، وأن هؤلاء تم تدريبهم من جهة السفارة الفرنسية لدى البلاد. من جانبه وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي انغايتو تيرانا يامباي، حيث قال أن مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت ما زال في خدمة الوطن منذ إنشائه، وأن الجانب التنموي مهم في كل المجتمعات. وخاصة دا هندا 50 سنة ورئيس إدريس دبي إتنو وراني غالكي قال نجن ريبريزنتي هو ننكوراجي سي فوتر ليام يمشي قدام. هذا وقد انتهى الحفل بعرض مجموعة من الكتب والمجلات بالإضافة إلى المنشورات والبحوث العلمية، كما تم وضع حجر أساس لبناء مؤسسة تعليمية داخل المركز من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي، تحتوي على 4 فصول دراسية. قدم مهندس المشروع كولو كوجادينغي شرحا مفصلا حول أبعاد بناء المبنى. ونعيد للأذهان بأنه في نهاية المناسبة قدم المدير العام للمركز إيف جوفان بيانا صحفيا تناول فيه البرامج التي تقدم في هذا الأسبوع، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما منذ تأسيس المركز.